بيلي كان الوزير كان رئيس مجلس اداري كيف ما كانت القيمه ديالو. لكن الان انا في محضر اللجنه يعني كان الشغال كانوا تساؤلات كانوا توصيات ولكن لم استمع لاي تصور يعني الميزانيه. حتى واحد ما قال لي ودي هذه ميزانيه تدبير، هذه ميزانيه ازمه، هذه ميزانيه استثمار، هذه ميزانية ستهتم بالشؤون الاجتماعية، هذه ميزانية ستركز على مجالات التأهيل، ما حتى شي توجه، بمعنى ميزانية تفتقد فرنسية توت لي فورم ارغيومونتاتيف، باش تستدل على هذه الميزانية، باش أنا كمستشار أتقنعني بواحد الميزانية اللي يقدر يوضعها أي موظف، ولا سيما أنه عندما نأتي لمقارنتها بالميزانية السابقة لا فرق بين المجلس السابق والمجلس الحالي. زعما انا رجعت للبرامج الانتخابيه ديال التحالف وقلت الا قسمت انا 6 سنين قسمتها انا نشوف بعدا بعض البنود عسى نشوفها في الميزانيه، ولكن كيبان لي الامر يتعلق بميزانيه التدبير لا اقل ولا اكثر تفتقد لجميع التصورات. ملاحظه ثانيه، النظام المالي يحدد ما هي الميزانيه، فيها الجزء الاول التسيير الجزء الثاني التجهيز. انا بالله عليكم الوثائق اللي قدمتكم يعطي لي الانسان ميزانيه تجهيز فينيا؟ واش ميزانيه تجهيز هي سداد اصل القرض؟ وا اسمحوا لي زعما حتى قالوا علاش كنتقلقوا كنتقلقوا. الميزانيه فيها جزئين مالنا ديما حنا كيف شي بالنا تعويضات الموظفين والزفت والصيانه، الجزء الثاني بغينا نشوفوه. تقول لي انا ما درتش فائض باش نبرمج الجزء الثاني، نقول لك الجزء الثاني فيه المنقول، اعطيني اسيدي الاعتمادات المنقوله، واعتماد المنقوله بناء على 3 سنوات، وانتم كتعرفوا كاين دوريه ديال رئيس الحكومه اللي كتحدد الغاء الاعتمادات المنقوله و هذا الكلام بلا ما نبقاو نعاودوه، لان حتى الاعتمادات المنقوله من حقنا نناقشوها ونصدقوها ونطالبوا بالالغاء ديالها ونشوفوا وتيره المشاريع ديالها. فبالتالي انا اعتقد اولا على مستوى الشكل ميزانيه ناقصه، فيها الجزء الاول فيها واحد الفائض من الجزء الثاني ذهب الى فصل واحد داخل ميزانيه الجيز، انا اعتبره من صلب مهام ديال التسيير لانه سابقا راه كان في ميزانيه التسيير. تم تغيير لا نومنكلاتور سي تو سامبلومون باش ديك سداد الاصل ما يضيعش. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث المتعلق بالشكل الميزانيه اللي هو المداخل. انا ملي كنطرح هاد التساؤلات كنعاود نركز امام الجميع انه في حاله انا تلقي الاجابات راه نضطر باش نناقشوا هاد الشيء ايضا. خصنا ميزانيه تجهيز تجي الاعتمادات المنقوله السابقه باش نشوفوا الوتيره ديال هاد المشاريع اللي شفتوها وقفتم على اختلالاتها وجدتوها الى اخره، خصنا نشوفوها ونشوفوا الوتيره الصرف ديالها. الامر المتعلق بالمداخل ملاحظة إيجابية كنسجلها بدون محاباة لأحد. ملي كنجي نشوف السقف ديال المداخل، يعني نرجع للوثيقة باش نتأكد من الرقم، المداخل المحصلة خلال شهر شتنبر. $70 مليون كنمشي مباشرة كنشوف شنو اللي باقي ما تحولش في إطار الضريبة على القيمة المضافة، كنلقى 5 مليون درهم، كنزيد على 70 مليون درهم كتعطيني 75 مليون درهم، كنمشي نشوف المداخل المحصلة في السنة اللي قبل كنلقى 75 مليون درهم، بمعنى الجماعة حاليا تتوفر على فائض للمداخل في 3 أشهر. إلا حسبنا أكتوبر يعني اللي دخلته اللي دخلوه في أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر سي ان بلوس، هاي تزاد على المداخل الحالية نقطة إيجابية. لا سيما حنا في سنة انتخابات والمجلس اللي فات كان مفككا، بمعنى أن تشتغل مؤسسة من مؤسسات الجماعة إلى جانب مؤسسة من مؤسسات الدولة بنمط تدبيري في هذه الأجواء اللي دازت ديال 2015 ملاحظة إيجابية يجب أن نسجلها. وهذا يعني انه لا بد تصورات الجماعه تركز على تثمين المداخل وكيفيه تطويرها وتنميتها، لان الناس اللي كتهضر كتقول حنا ديما عندنا ميزانيه تدبير ازمه، ها هو النموذج بين
أنت إلى يعني بدون توجهات سياسية معينة، بدون صلاحيات للمنتخبين، مؤسسة اشتغلت في أجواء غير إيجابية، وحنا تبعنا الأجواء النقاشة الدورة المجلس السابقة وهيدا ودخلت النتائج. هذه النتائج يجب أن يشكر المسؤولون عليها، سواء كانوا سياسيين، سواء كانوا في المجلس السابق، سواء كانوا موظفين موظفي الدولة مختلف. ولكن هذا لا يعني أنه الأمور كاملة يعني بيضاء 100% في المداخل. طبيعة الحال ينتظر عمل كبير داخل المداخل، ولهذا قلت فين هي التوجهات العامة. نعطي مثال، المجلس السابق والمجلس الأسبق حاول أنه يبرمج واحد العدد المشاريع إطار لا رينوفاسيون ديال هذه المرافق العمومية، وبطبيعة الحال باش تعطينا مداخل، سينو ما كانش المجلس ياخذ عليها القرض ديال صندوق التجهيز الجماعي. فبمعنى انه الا مشينا في نفس التوجه ديال تتمين المرافق، تجهيزها، مدها بالامكانيات، توفير يعني اعاده تقسيمها، اعاده تدبيرها، اعاده تعيين مدراءها، اعتقد انه غنمشيو في اتجاه ديال تنميه المناخ. ايضا يجب تطوير مستويات العلاقات مع بعض المصالح التي تؤثر على مداخلنا، على رأسها الصندوق الوطني، المكتب الوطني للصيد.